السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بالمشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ كي دايرة أموركم؟ تبارك الله، وصل العيد رمضان الأواخر ديالو هادي إن شاء الله، الله يتقبل منا الصيام والقيام إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم فيديو رائع بزاف، فيه حلوة رائعة بزاف، كتجي لذيذة وبنينة ومفيدة لنا. هاد الحلوة إن شاء الله اللي غنقدم لكم اليوم فيها جوج المكونات صحيين ومفيدين لنا بزاف بزاف إن شاء الله. كيتكون من التمر وكاوكاو، هاد جوج المكونات كيعطونا حلوة لذيذة وصحية ورائعة بزاف، وما فيهاش الخدمة بزاف، ما فيها لا زبدة لا دقيق لا خمارات لا حتى شي حاجة، ما كندخلوهاش الفرن، سهلة وسريعة التحضير ما شاء الله. جربوها إن شاء الله وغادي تعجبكم ومفيدة لينا بزاف وكتجي لذيذة. بسم الله على بركة الله. دابا كنحتاجو كاوكاو، من بعد ما حمرته وحيت ليه القشرة، هانتوما كما كتشوفو كاوكاو عندي فيه 250 غرام ديال الكاوكاو. كنحتاجو تمر، هانتوما التمر السكري هذاك الرطب اللي كيكون زوين، هاد الكميه اللي عندي 500 غرام، نص كيلو ديال التمر. بسم الله، غادي نفتح العلبه باش يبان لكم التمر مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد التمر راه زوين، كيجي معلك وزوين مع هاد الوصفه. ضروري ما تاخذوا هاد السكري اللي كيكون رطب والحجم ديالو كبير. تبارك الله كتجي هاد الحلوه لذيذه وزوينه ما شاء الله، ان شاء الله غادي تستعملوها. بلي تذوقوا هاد الحلوه ما غاديش تستغناو عليها وغتولي مداومه عندكم. بسم الله، ودابا ان شاء الله غادي ناخذ الهشوار باش غنطحن فيها كاوكاو كيف ما كتشوفوا، حتى كنطحنوا مزيان. ها نتوما كنخوي كاوكاو في الهشوار حتى كنطحنوا مزيان ان شاء الله. هني كنستعملوا مع التمر، هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طحنت كاوكاو ها هو تهرمش، تطحن مزيان كما كتشوفوا حتى كيعطيني البودره ان شاء الله. كنخوي في هذا الاناء، تبارك الله الريحه ديالو كتشهي، الريحه ديال التحمار ديال الكاوكاو من بعد ما تطحن كتولي الريحه مجهده وزوينه، باش كيجي لذيذ وزوين في هذا الحلوه ديال التمر وكاوكاو. هاد الحلوه ديال التمر وكاوكاو كتجي لذيذه وبنينه، ما تبغوش منها، رائعه بزاف ما شاء الله، واحد اللذه اللي فيها ما تصوروهاش ما شاء الله، اللهم بارك. ودابا ان شاء الله من بعد ما طحنت كاوكاو ساليت منه، غادي ندوز نحضر التمر ان شاء الله. تبعوا معايا المراحل باش كيجيكم هاد الحلوه زوينه ولذيذه. كناخذ التمر كنفتحوه بالموس بالسكين وكنحيد ليه العلفه ديالو العظم، كنستمر على هذه الطريقه حتى كنحيد العظام كاملين من التمر، وكنبدا كنحط فيه في الاناء حتى كنكملو كامل على هذا الشكل. ها نتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت التمر حيدت ليه العلفه كامل، كنجيب الهشوار كنخوي فيها، كنخوي فيها التمر السكري، هانتوما كيما كتشوفو كيجي رطب وزوين، وبلي كنطحنو كيولي معلك وكيجي لذيذ مع كاوكاو مع هاد الحلوة. سريعة التحضير وسهلة، نتوما تقدرو تزيدو المقادير على حسب الأفراد اللي عندكم في المنزل، هي راه صحية ولذيذة فيها مكونات زوينين. ودابا إن شاء الله كنطحن التمر كيما كتشوفو معايا، حتى كيعطيني واحد العجين متماسك.
ودابا ان شاء الله من بعد ما طحنت التمر غادي نشوفوا كيفاش جا. ها نتوما صباح عجين معلق ومتماسك مع بعضياتو. ان شاء الله دابا غادي نخوي الاناء على كوكو. ها نتوما كما كتشوفوا تبارك الله جا زوين كنخوي فيه الاناء. ان شاء الله كتجي هاد الحلوه لذيذه وزوينه بهاد المكونات البساط وبجوج ساهلين في التحضير. تبارك الله جا معلق بزاف حتى انه ما بغاش يحيد ليا من المغرفه. ودابا ان شاء الله غادي نستعمل المغرفات بجوج المعلقه والمغرفه باش يحيد ليا كيلصق فيها. كنستمر على هذه الطريقه حتى كنخوي لها شوار مزيان من التمر على كوكو. من بعد ما حطيت التمر العجين ديال التمر كامل على كوكو ان شاء الله بسم الله كنبدا كنخلط في التمر مع كوكو باش كيعطيني عجين متماسكه والشكل اللي بغيت ان شاء الله. تقدروا نتوما تزيدوا المقادير كما قلت لكم على حسب الافراد اللي عندكم. راه كتجي لذيذه وزوينه ما شاء الله. كنستمر على هذه الطريقه حتى كنخلط هاد المكونات بجوج مزيان كيتماسكوا مع بعضياتهم ان شاء الله. هانتوما مع كيتعلق كيلصق في اليد ولكن كتجي لذيذه ورائعه بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلط العجين ديال التمر وكاوكاو هانتوما الشكل ديالها كيجي رائع بزاف بسم الله. ودابا ان شاء الله غادي نحتاج في الزين ديال هاد العجين ديال التمر وكاوكاو. عندي جوج الاشكال ديال الشوكولات، عندي الابيض والاسود، عندي كل واحد فيهم فيه عشرات الحبات. كنقطع هاد الحبات هاد المربعات ديال الشوكولات كل وحده كنديرها في جبانيه. هانتوما كما كتشوفوا دابا غادي ناخذ الشوكولات الاسود غادي نقطعو نقطع المربعات في الجبانيه ان شاء الله وغادي نديرهم في حمام مريم. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو غزالين وزوينين تبارك الله ما شاء الله. هاد الحلوه كتجي لذيذه بالتزيين ديال الشوكولات وتقدروا نتوما تزينوا بالطريقه اللي بغيتو. ودابا ان شاء الله كنخوي الماء في الاناء باش كيعطيني حمام مريم. كندير فيه الجبانيات اللي فيهم الشوكولات باش كيذوب حتى كيذوب كيعطيني كريمه زوينه ما شاء الله. هانتوما كيفما كتشوفوا اللهم بارك كتجي لذيذه وزوينه بهاد الشوكولات. تبعوا معايا المراحل. دابا ان شاء الله من بعد ما درت الشوكولات يذوب غادي نرجع ندير الكويرات ديال العجين ديال الكاوكاو والتمر. كندير هاد القياس باش كيجي الشكل ديالهم زوين ما كبارينش بزاف. الا درناهم صغار كيجيو زوينين كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل ما كيكونوش كبار تبارك الله. حتى كنكمل هاد العجين كامل بالكويرات. تبعوا معايا المراحل ان شاء الله باش تصدق لكم هاد الحلوه راه رائعه وزوينه. ها نتوما كيف ما كتشوفون بعد ما كورت العجين ديال الكاوكاو غادي نحطو في الجنب وغادي نجيب القويغطات ان شاء الله فاش غندير هاد الحلوه ديال الشوكولاته وكاوكاو باش ان شاء الله غندير ليها المراحل الاخيره وندير ليها التزيين. تبعوا معايا ان شاء الله. ها نتوما كما كتشوفوا سترتهم في الاناء بسم الله. دابا ان شاء الله من بعد ما داب الشوكولاته بجوج غنبدا في التزيين ديال الكريات. ها نتوما كما كتشوفوا كندير هاد الكره ديال التمر وكاوكاو كنديرهم في الشوكولاط بيض حتى كتولي الكويره بيضاء وكنديرها في القاغي ديال الحلوه. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو التزيين ان شاء الله اللي اخترت ليها. وانتوما تقدروا تختاروا التزيين اللي بغيتوا. كنستمر على هذه الطريقه كندير الكويرات في الشوكولاط الابيض وكنبدا كن حتى كتولي بيضاء كامله وكنديرها في القاغيط. هانتوما كما كتشوفوا هذه ان شاء الله اخر المراحل ديال التزيين. كتجي رائعه ولذيذه وزوينه بزاف ما شاء الله. كتستمر على هذه الطريقه كناخذ الكويرات طريقه سهله حتى كتلون ليا الكويره بالبيض ان شاء الله وكنديرها في القاغيط بسم الله ما شاء الله. كيجي لذيذ وزوين كيف ما قلت لكم طريقه سهله وكننوعوا. غادي نخدم معكم ان شاء الله. هذه اخر كويره بالنسبه للشوكولاط البيض مع طريقه سهله تبارك الله. وهاد الجبانيات اللي فيهم الشوكولاط كنخليهم في الاناء باش كيبقاو سخانين وكيبقى الشوكولاط دايب ليا. ها نتوما كما كتشوفوا هذه هي اخر وحده بالنسبه للشوكولاط الابيض وان شاء الله غادي ندوز للشوكولاط الاسود.
بسم الله على بركه الله. ودابا ان شاء الله غادي ندوز الكويره ديال الشوكولاط الاسود باش نديرها فيه باش كياخذ ليا اللون الاسود. ها انتما كما كتشوفوا كتجي غزاله كتبري وكيجي المذاق يا سلام ما شاء الله. كنستمر على هذه الطريقه كندير الكويره ديال التمر والكوكاو بالشوكولاط القهوي الشوكولاط الاسود حتى كتاخذ اللون كامله، وكنديرها ان شاء الله في القاغيط. كنستمر ان شاء الله على هذه الطريقه حتى كندير الالوان بجوج ديال الشوكولاط الابيض والشوكولاط الاسود باش كيعطيني جوج الالوان زوينين. دابا ان شاء الله غادي ندير كويره في الشوكولاط. ها انتم من بعد ما تلونات كنديرها في القاغط. ان شاء الله غادي نزيد معكم وحده ان شاء الله. ها انتم كما كتشوفوا كنديرها في الشوكولاط حتى كتاخذ اللون ديالو ان شاء الله باش كتلون وكتجي لذيذه في المذاق. ها انتم غنديرها في القاغط زلقات ليا. ها انتم كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها زوين. هذه اخر وحده ان شاء الله غادي نخدم معكم ونستمر حتى نكمل ان شاء الله ونرجع عندكم. بسم الله ما شاء الله. ها انتم كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال التمر مع كاوكاو اللي زينتها بالشوكولاته الابيض والشوكولاته الاسود. ها انتم كما كتشوفوا مع بعضياتهم كيجيو غزالين الالوان زوينه الابيض والاسود ما شاء الله. كتجي لذيذه وبنينه ما شاء الله ما تشبعوش منها. جربوها وردوا عليا ان شاء الله في الكومونتير كيفاش جاتكم. راها كتجي لذيذه بزاف. من بعد ما كنكملوا التزيين ديال الحلوه كندخلوها الثلاجه باش كتاخذ البروده ديالها. كنتمنى تخليو لي شي بصمه زوينه الاشتراك المشاهده التعليقات لي لايك. شكرا جزيلا لكم. هذا فضلا وليس امرا. عيد مبارك سعيد. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.